موقف حماس في المشهد السياسي سيد نظير؟ هل يمكن أن تتنازل حماس وتبتعد عن المشهد السياسي في المرحلة المقبلة مقابل إنهاء الحرب في قطاع غزة؟ يعني لا يمكن غياب حماس عن المشهد السياسي بأي شكل من الأشكال فيما يخص إذا كان المقصود اليوم التالي لانتهاء الحرب على قطاع غزة. حماس هي شريك رئيسي وأساسي في إدارة الأمور في قطاع غزة، ولا يمكن اعتبار أن وجود حركة حماس يشكل عقبة. لكن بالنسبة لإسرائيل عقبة سيد نظير، هذا ما لا تريده إسرائيل. ولكن هل مطلوب من الفلسطينيين أن يفعلوا ما تريده إسرائيل؟ كلا بطبيعة الحال. حماس يجب أن تكون شريكا في إدارة الأمور في قطاع غزة، هي وباقي الفصائل الفلسطينية، ليس كما كانت سابقا متفردة في إدارة الحكم بقطاع غزة عن طريق انقلاب خاضته الحركة قبل أكثر من 17 عام. المطلوب فيما يخص قطاع غزة هو إدارة فلسطينية فلسطينية. لا يمكن قبول إملاءات من إسرائيل أو من غيرها فيما يخص من سيكون في المشهد الفلسطيني. ولكن دعيني أعود فقط إذا سمحت لي فيما يخص إصرار بنيامين نتنياهو على عدم وقف الحرب على قطاع غزة، كما ذكرت، رغم تحقيق عدد كبير من أهداف الحرب المعلنة وغير المعلنة التي أعلنها بنيامين نتنياهو منذ اليوم التالي للسابع من أكتوبر 2023. ربما بنيامين نتنياهو لا يريد الذهاب نحو صفقة، وإن كانت صفقة مصغرة انتظارا لنتائج الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من الشهر المقبل. فإذا كان ترامب عاد إلى البيت الأبيض، سيستكمل بطبيعة الحال بنيامين نتنياهو معه مخططاته العسكرية في المنطقة. وإن انتخبت كامالا هاريس في سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يذهب بنيامين نتنياهو نحو صفقة شاملة تشمل قطاع غزة وتشمل لبنان. لذلك أعتقد أن بنيامين نتنياهو يلعب على عامل الوقت، وهو يريد المفاوضات من أجل المفاوضات ولمضيعة الوقت، وهو أيضا لكي يبقى في الحكم. ذكرنا سابقا وعدة مرات أن بنيامين نتنياهو هو المستفيد من هذه الحرب، هو كي يبقى في الحكم